صباح الخير. الزيت عماد البيت هو فعليا عماد بيتنا الكبير الوطني. كل فلسطيني بيفخر بانتاجه وبزين زاويته بمهرجان طول كرم الاول بمنتجات مختلفه تعتمد بشكل اساسي على الزيتون. أهمية وطنية لهالموسم قبل تكون أهمية اقتصادية، وبعد شهر من بداية موسم الزيتون بتحتفل كل المحافظات الفلسطينية وبتتباهى بإنتاجها بمهرجانات مختلفة. وبهيك انطلقت فعاليات مهرجان طول كرم الأول للزيتون اللي بيضم زوايا مختلفة لكل منتجات الزيتون، وأكثر من 40 شركة ومؤسسة وطنية عرضت منتجاتها خلال المهرجان. منتجاتنا خلينا نقول شعبية، كثير من الناس بتحتاجها اليوم. الناس ما بدها المنتجات اللي بتكون بالأحماض وبالمواد الحافظة وبالخل، بدهم الأشياء التقليدية، الطريقة القديمة اللي كانوا يشتغلوا فيها أجدادنا، كبس الزيتون وتخليل الفلفل وطبخ المنظورة. هذا الناس بحاجة له هاليام وبتدور عليه، وكثير ماشي وكثير ممتاز. شركتنا متخصصة بالزيت والزيتون، تعتبر زيت الزيتون. شركتنا حصلت على المركز الثاني على مستوى الضفة الغربية من حيث جودة الزيت بسنة 2018. زيتنا زيت زيتون بكر، حموضته تقريبا أقل من واحد، وطريقة تحضيره بتكون عن طريق الماء البارد اللي هي بتعطينا نسبة الحموضة اللي أقل من واحد، اللي هي الإكسترا فيرجن، اللي هي بتحافظ على رائحة وجودة الزيت. جامعة فلسطين التقنية خضوري، واحدة من أهم الكليات الزراعية في فلسطين اللي بتساهم بتحسين القطاع الزراعي بطرق عملية حديثة لتساعد الطلبة بإنشاء مشاريع خاصة. اليوم الجامعة بتستضيف المهرجان بأيامه الثلاثة. نحن في جامعة فلسطين التقنية الخضوري، تاريخنا وجذورنا هي في الأساس في القطاع الزراعي، يعني هي ابتدأت كمدرسة زراعية، واهتمامنا في موضوع الزراعة يمتد عبر التاريخ. هذه الجامعة اللي كانت في الأساس زي ما حكيت هي مدرسة زراعية، ومن ثم صارت كلية، ومن ثم أصبحت جامعة. وقبل أسبوع كان في عنا ما يسمى مهرجان أيضا الزراعة، والآن واليوم نفتتح هذا المعرض الذي يشكل امتداد لمجموعة من النشاطات التي تتعلق في كيفية تنمية القطاع الزراعي في فلسطين. ومن خلال التصنيع الغذائي طلبة عنا بنأهلهم أنهم يطلعوا يكونوا قادرين على أنهم يفتحوا مشاريعهم الخاصة بالتصنيع الغذائي. فزي ما أنت شايف في المعروضات الموجودة عندنا هون، في عندنا قسم فيه صناعة المخللات والأجبان والألبان، هذا كلياته بتدرب عليه طلبة التصنيع الغذائي بالإضافة للإنتاج الحيواني. هلأ بالشق النباتي عندنا اللي هي زراعة النباتية، فعندنا الطلبة بتدربوا على الإنتاج النباتات من الشتلة لغاية لما يتم إنتاجها كمنتج نهائي للتسويق. ما رأيت اليوم فاق تصوري وحتى خيالي إنه محافظة بهاي الظروف تستطيع أن تعمل هيك معرض، وأنه تعرض هيك منتجات شيء مجال فخر واعتزاز. دول بكاملها لا تستطيع أن تعمل مثل هيك فعالية وتقدم هيك مشاريع بإمكانيات محدودة وبظروف غير طبيعية. من الناحية الاقتصادية بيعتبر موسم الزيتون الموسم الأهم على الإطلاق، لتساهم مثل هاي المهرجانات بفتح الطريق لعدد كبير من المزارعين لتسويق منتجاتهم على النطاق المحلي بالتحديد، في وقت بيبدع فيه المزارعين باستحداث منتجات جديدة وطرق تسويقية منافسة بالرغم من الإمكانيات المحدودة بشكل عام. لدنيا دنيا من مدينة طول كرم، محمد حسين.